نقل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية تحياتي حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة وتمنياتهم لفخامته بموفور الصحة والعافية. جاء ذلك خلال استقبال فخامة الرئيس الفلسطيني لمعالي وزير الخارجية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 72 بمدينة نيويورك، حيث حمل فخامة الرئيس محمود عباس معالي وزير الخارجية تحياته إلى القيادة الحكيمة وشكره واعتزازه بالمواقف الثابتة لمملكة البحرين المساندة لحقوق الشعب الفلسطيني والمؤيدة لنضاله لنيل هذه الحقوق المشروعة. وقد أكد معالي وزير الخارجية أن دعم القضية الفلسطينية في كافة المجالات والمحافل الإقليمية والدولية كانت وسوف تظل إحدى ركائز السياسة الخارجية لمملكة البحرين، انطلاقا من إيمانها الكامل بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، خاصة حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس مبدأ حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العالمية العربية. وأشاد معالي الوزير بالجهود المستمرة التي يبذلها فخامة الرئيس عباس على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشددا معاليه على دعم مملكة البحرين لكافة المساعي الهادفة لحل القضية الفلسطينية على أساس الثوابت والقرارات الدولية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة في القدس الشريف، ووقف كافة الممارسات الإسرائيلية التي تتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية.